وبلاد بروبوزد بس كل احنا عم نقول ليه يعني ماشي. سباينوس البلر اتاكسيا اللي هي الميرز بقى تكون من حاجتين، من نيو سيربولر ليجن وبيراميدال تراكت ليجن. الحرب هنا بين حاجتين. السيربولر ليجن هيعمل ايه في التون؟ هيعمل ايه يا ولاد؟ والبيراميدال بس الكبير والعظيم والبتاع هو البيراميدال. بيراميدال يكون معانا سباستيستي، سباستيستي معايا بوست البرنسكي، ها معايا ستاكاتو سبيتش يا ولاد، معايا الباستيستي لان البيراميدال هو اللي بيكسب. بس على فكره لو جات لك حاله ميرز ولقيت معاها هايبوتونيا ما تفرجش، تقول لي بس البيلر ليجن جامد والبيراميدال خفيف ما يقراش حاجه، هتلاقي عندهم بوست البرنسكي. ها عشان البيراميدال في ستاكاتو سبيتش، في ستاكاتو سبيتش ما انا عندي ايه؟ تقول لي بس يا دكتور طب ما في بيراميدال كمان، ما كمان في بيراميدال. اقول لك البيراميدال اتضرب فين؟ في الاسباينال كورد. مفهومه؟ مفهومه؟ اللي عندهم ميرز اتاكس دول الاحاسيس بتاعتهم سليمه، اللي عندهم بريفرال نيروباثي ولا بالسيول كولن. مش كان في 6 ام بيورني موتور؟ مش كان في 6 ام؟ مش ال 6 ام كانوا اربعه طول عضلات والموتور نيرون وادي الميرز اتاكس يعني؟ مش كده كل يوم بنقول الكلمتين دول؟ طيب مفيش فيها اضافات وحشه، ممكن شويه منتاليتي تشينجز، اوكيولار افكشن بس حاجات خفيفه يعني. ديزيز اوف ميل، ميل في السكند ديكيد اوف لايف يحصل في الميل ويحصل في السكند ديكيد اوف لايف، ما فيهوش اي معلومات اخرى. ماشي يا دكاتره؟ يبقى كده حاجه اسمها فريدريكس وحاجه اسمها ميرز، ما فيش فيهم كلام اكتر من كده. بعد كده سنسوري اتاكسيا، سنسوري اتاكسيا مشاكل في سنسيشن بس لازم نفهمها من الاول. لو ده كده مقطع اهو ادي الترانسفيرس سيكشن بتاعنا، عايز بس تقولوا لي الباس واي بتاع الديب سنسيشن بيمشي ازاي. يلا جاي منين؟ من البريفرال نيرف صح؟ دخل في الدورسال روت عن طريق حاجه اسمها دورسال روت جاني، وطلع في حاجه اسمها جراسيل و كونيين تراك لغايه ما وصل للمظله، وبعدين عمل ديب سنسيشن للناحيه الثانيه وفضل مكمل لغايه الثالمس ومنها الى الكورتكس. مش ده الباس واي؟ اسباب السنسوري اتاكسيا قد يكون حاجه في البريفرال نيرف، بريفرال نيرف حاجه في الدورسال روت، دورسال روت افكشن زي مثلا مرض اسمه فيدو دورسالس. بوستيريور كولم ليجن سب اكيوت كومبايند ديجنريشن في ريتريكس اتاكسي. برين ستيم ليجن اي انفاركشن او فاسكولار اوكلوجن. ثلاميك ليجن اي حاجه في الثلاثمس او كورتيكال ليجن. فهمتوا حاجه؟ هو ده الباث واي بتاعنا. يعني البريفرال نيرف ده مش شايل ديب سيزيشن دلوقتي، الاحساس بتاع البوزيشن ده او الفايبريشن ما هو ماشي في البريفرال نيرف. لو البريفرال نيرف ضاع ضاع اتقطع في بريفرال الفقرات ورفض الديب سنسيشن، يا ولاد اللي فقر الديب سنسيشن في رجال تركو بيمشي يهبط ستامبنج جيت، ما هو ده فقر الديب سنسيشن. البوستيريور كولم الطريقه الوحيده اللي اعرف اختبر بيها البوستيريور كولم هي الشوكر رنان مقاس 128 فايبريشن سنس، بحطها على الانتيور سوبريليك سباين او بحطها على الكلاب يعني في اللور لمب الانتيور سوبريليك سباين وفي الابر لمب على الكلاب. يعني اقول لكم حاجه، اقول لكم حاجه، انا شغلت الشوكر وعلمته وخلاص رن ورزنه وهو يغمض عينيه. لو جيت تحت من عند رجله في صباعه او في اي عظمه في الميديا مارس وحس، يبقى الباث واي ده كله ايه؟ تقول له تحت زي بيقول لك يبقى الباث واي ده كله. طب ما حسش تحت اطلع على اي عظمه، احنا بنلاقي مثلا تيبيال تبروست لو حس فيها يبقى انا مشكلتي في الجزء اللي تحت ده بريفرال نيرف، مش هو حس عند التيبيال تبروست يبقى الباث واي ده كله. طب ما حسش عند التيبيال تبروست اطلع على الانتيور سوبيريور سباين، لو حس فيها يبقى البصير كلام سليم بس هو عنده بريفرال نيرف بس الشراب طويل شويه. مش معايا. طب ما حسش هنا كمان؟ يبقى ده معاه بوستيريور كولم افكشن، فهمتوني ولا لا؟ طب اعرف ازاي معاه سنسوري افكشن بريفرال نيروبس ولا لا؟ عادي بقى عن طريق الشوكة جلافز عند اللي هي التوث بيك، اعرف بقى كان عنده جلافز عند ستوب سوبايت بيتزا ده وضع تاني. بس هو الشاهد اللي عايز اقوله ما في حاجه في الكود لا في الهيستوري ولا في الاكزامينشن تشخص ان في بوستيريور كولم افكشن الا الشوكة الرنان. طب بعض الناس كمان بجيب الشوكة الرنان وبحطها في فقراتي وابدا طالع بيها، طالع بيها على الفقرات على الفقرات يعني مش مشهوره، بطلع بيها على الفقرات لغايه لما اعرف الاحساس وجد فين، يعني اعرف مكانها في السباينال كورد اللي فيه مشكله فين، يعني انا طالع كده ايه؟ انا جيت من تحت يقول لي حاسس خلاص يبقى الباص ويقول لي الجوزه دي، لا مش حاسس مش حاسس، فبدات احس ان هنا يبقى اللي تحت ده لا دي الخبطه مكان الخبطه اهو، لانه حس فيها وما حسش تحتيها، فاهمين حاجه ولا لا؟ المهم بصوا كلها انفكشن، ايه الامراض اللي تيجي في البصور كلها خدناها؟ خدنا حاجات؟ خدنا حاجات يعني مثلا مش لسه بعد مور فريدريكس وصاب اكيوت مش صاب اكيوت كان ضربنا معاه بوستيريو كولم اي حاجه عامله كوم خدنا امبارح السبوندوليوزس ممكن يغلط على بوستيريو كولم ولا ايه وهكذا حاجات كتيره البارابليجيا. طيب
قد تكون المشكلة يا دكتور في البرين ستام، أي حاجة جت في البرين ستام يعني فاسكولار اوكلوجن ام اس، أي حاجة برضه بتراكت أو حاجة تلامك وهكذا، يبقى الفكرة دي كلها أسباب تعمل سيربيلا، تعمل سنسوري أتاكس. اللي عنده سنسوري أتاكس مشكلته إيه؟ سوينج اونكولوجر اوف اي، دكتورة المنتخبة اللي نايمة، يعني لما غمر عينه كده هو وايت كده زي الفل. بس شايف باصص إزاي؟ نجي لما غمر عينه فلو سوينج، يعني بيحصل بس جاست اون كولوجر اوف اي، لكن هو مفتح هو باصص على الأرض، لما يجي يمشي يقعد يهبد عشان يلاقي الأرض أو يبص عليه، يبص لفوق يقعد إيه؟ يقعد يهبد يعمل حاجة اسمها ستامبنج. ده رومبر جيست ولا شفتين، كلمة رومبر جزم أو رومبر جيست حاجتين. في رومبر هو مفتح علشان الأرض سيربيلا، ومغمر علشان الديب سيربيلا، لازم أكون طبعاً مثبت العين ومغمر عشان لو وقع ولا حاجة. كلام واضح؟ في أي مشكلة؟ يبقى دي كلمة اسمها سنسوري أتاكسيا. ماشي؟ إم إس نعمل بريك وبعدين ناخد الإستشارة. يلا نعمل بريك.